معي من ابو ظبي الدكتور محمد داوود، استشاري الموارد المائيه في هيئه ابو ظبي للبيئه. مساء الخير، اهلا بك معنا. ما دوري انا في هذا الموضوع؟ كيف يمكن التفادي؟ مساء النور، اهلا بك وبمشاهدينك الكرام. اهلا وسهلا. الحقيقه انه موضوع التغلب على الكوارث الطبيعيه بيقع على جانبين، الجانب الاول هو الجانب الحكومي والجانب الثاني هو الجانب للافراد انفسهم. بالنسبة للجانب الأفراد أنفسهم أنه يحاولوا يتجنبوا هذه المخاطر. أولا المخاطر هذه بتصنف إلى مخاطر كبيرة أو شديدة التأثير ومخاطر متوسطة التأثير ومخاطر ضعيفة التأثير. فإذا بنتكلم مثلا، أنا أدي مثال بسيط جدا، أنه بعض السكان في بعض المناطق الجبلية بيبنوا مساكنهم في ما يسمى بمخرات السيول أو الوديان، وبالتالي عند حدوث أي فيضان قد يؤثر على هذه المنازل. فأنا كشخص عادي لابد ان انا ابتعد عن مخرات السيول والمناطق التي قد تصيبها الفيضانات او المشاكل الطبيعيه بهذا الشكل اللي تؤثر بشكل كبير جدا على المنزل بتاعي. فيجب ان انا احترز الى المشاكل اللي قد تؤدي الى مخاطر طبيعيه وابعد عن هذه المناطق واحترز منها. الجانب الثاني هو الجانب الحكومي بالتاكيد، وهو توعيه الناس، انشاء مراكز لرصد هذه المخاطر، سواء فيضانات، سواء اعاصير، سواء زلازل، سواء براكين، سواء حرائق غابات طبيعية أو ما غيره، وبالتالي أعمل حملات للتوعية، مراكز للتنبؤ، ومراكز للتغلب على مخاطر هذه، سواء حرائق فأجهز مراكز إبطاء، سواء مراكز زلازل فأكون عامل حسابي في الأكواد بتاعة المنشآت أنها تتحمل هذه الزلازل، وأن المباني تتحمل هذه الزلازل بقدر ما، أنه إذا كانت فيضانات أبقى عارف حجم الفيضان ومن أين سيأتي وهيضرب أنهي منطقة أو الإعصار وهكذا. وبالتالي الاحتياطات موزعة ما بين الحكومة والأفراد أنفسهم. طيب اليوم عندما نتحدث به طبعا حتى منذ العام الماضي وكان في حملات من ضمن أهدافها، من أول أهدافها تحديد معدل خفض معدل الوفيات الناجمة عن الكوارث في ظل كل ما نتحدث عنه، خاصة في الأعاصير وما يحصل في الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة، هل فعلا نتحدث عن تخفيض معدل الوفيات نتيجة الكوارث هذه؟ مما لا شك فيه انه مع انتشار التوعيه وبالذات في وسائل الاعلام المرئيه والمسموعه اصبح هناك وعي كبير جدا من السكان حتى بطريقه تعاملهم مع الكارثه. يعني احيانا قد تحدث الكارثه واحنا ما احناش قادرين نمنعها بشكل كامل او نتعامل معها، على الاقل التعامل معها، اليه الاحتراز منها، اليه التخلص بشكل سريع جدا. يعني اذا زي الهيريكانز اللي حصل في الولايات المتحده الامريكيه، طريقه اخلاء الناس، طريقة تعاملهم مع الحدث أنفسهم، وطريقة تعاملهم مع الوسائل الأمن والسلامة اللي تنجيهم من هذا الحدث، دي تعتبر مهمة جدا. وبالتالي فعلا بقى هناك وعي كبير جدا نتيجة انتشار التوعية بهذه المواضيع في وسائل الإعلام، في التلفزيونات، في الجرائد، في بعض الوسائل الكثيرة جدا اللي بتوعي البشر. وبالتالي فعلا هناك يعني معدل ملحوظ جدا في الارتفاع من الناجين وعدد الإصابات أقل بكثير. طبعا هذا يدعو للتفاؤل، خاصة بأنه نحن في اليوم الدولي للحد من الكوارث. شكرا جزيلا من أبو ظبي دكتور محمد داوود، استشاري الموارد المائية في هيئة أبو ظبي للبيئة.